ملي وصل الزيتون 40 درهم ماشي طاح ها كنا ناخذو ب 400 كان يجينا غالي. السلام عليكم، معكم البهجام مول الزيتون. القضيه ديال الزيت اسيدي غاليه شويه نعمات. شو السبب ديالها؟ السبب ديالها هو الشتا ما كايناش اسيدي، خلي الشتا ما كايناش. دابا قنطار كيعطيك 12 لتر، قنطار كيعطي 16 18، دابا ولا كيعطينا 12، وراه داكشي علاش. شحال تقريبا الثمن ديال الزيت العود تقريبا؟ الزيت العود الحاجه مزيانه 90 درهم ديال هاد العام 90 درهم. ايوا هادي تقريبا؟ نعم هاديك الصغيرة 20 درهم ديال العام اللي فات. كتسوري لي ديك القراعي كامل شحال الثمن ديالها؟ هادي 5 يترو، هادا 5 يترو 45 ألف فرنك ديال هاد العام. وهادي وهادي السترو 900 درهم 45 درهم، وكاين يترو 90 درهم حتى هو ها هو ديال هاد العام. إلى من تقع؟ ديال القلعة، قلعة السرغانة. أحسن زيت هي القلعة. كتلقاو معاناة مع الناس مالك لينا على حساب الغلاء اللي كاين اللي شنو كيقول لكم بالضبط؟ تيقول لك غالي أخويا راه الزيت ما دايرش حتى 90 درهم بزاف، حنا مولفينها ب 60 درهم 70 درهم حتى ولا 90 درهم، على الأقل الشتا ما كايناش. وهذا الشيء ديال الله ماشي ديال العبد. تهبط يعني هبط الثمن ديال الزيت؟ إلا صبرت الشتا مزيان غتهبط، إلا شبعت الأرض الشتا مزيان غتهبط، حيت غيكون الحب بوجود. كنتمنى ان شاء الله في السنه هذه ورساله مشابهه. وكنتمنى والله ان شاء الله نطلبوا الله يحن علينا بشويه الشتا بعد هي الاولى. هادشي اللي كنطلب. والناس مسؤولين نطلبوا لهم يحنوا فينا، احنا راه من جهه الغلاوات راه الله يجعل البركه وصافي. صعيب يعيش في بزاف. ودابا انت واحد خدام 100 درهم ما يدير لي والو، ما كاري ما والو. والله ما كيشريت منه 100 درهم فيها الكارو فيها القهوه فيها كلشي، اش غيشريت منه بسيف اش غيدي لوليد واش غيدي؟ تكافى مع راسك؟ يلا تكافى مع راسك والله، حق ربي يلا تكافى مع راسك والله. هاد الغلاوات راه شويه راه قاصحه بزاف والله. وبالنسبه للزيتون اللي هضرتي عليه، الزيت الزيتون الارتفاع ديالو هو الجفاف، الزيتون ما كتعطيش بزاف، ما كتعطيش الزيتون، ما كتعطيش الكميه ديال الزيت. وبالنسبه للزيتون كان قليل قليل شويه مع الجفاف مع كل شيء، والارتفاع صاروخيه بالنسبه للزيتون راه لا اله الا الله. هادشي راه الزيتون تقريبا واصل 32 درهم جمله، 32 درهم جمله بالنسبه للكحل، وبالنسبه للاخر 28 درهم. هاد العام وصلنا واحد ارتفاع صاروخي، وبالنسبة حتى بالنسبة للخروج راه قليل شوية قليل، الناس اللي كيدي كيلو كيدي نص كيلو ربعة، هادشي اللي كاين. الدراويش ما يقدرش يقدر ما يقدرش، نص كيلو د الزيتون وصل 20 درهم، نص كيلو ب 20 درهم، ربعة ب 10 درهم، لا يعقل. مثلا القرعة الصغيرة د الزيتون شحال كدير؟ هادي هاد القرعة هادي كدير 20 درهم. مازال هذه ديال العام اللي فات كنبيعو ب 80 درهم. قرعة الصراغنة ولا ديال المنطقة؟ هذه ديال القلعة. وكاين ديال هذا العام 90 درهم، بلاصتها دابا وصلت في الأول كانت شوية، مشينا عاود نتقداو ولقينا السلعة تزادت. 5 لتر شحال كتزيد تقريبا؟ 450 درهم. 5 لتر؟ ما 450 درهم 5 لتر 90 درهم. وصلت حتى 100 درهم دابا حاليا، وصلت 100 درهم دابا حاليا 100 درهم. يعني مع هذا البرد هذا عليها الطلب بزاف. الطلب ما كاينش حيت الغلا، الناس ما يقدرش على 5 لتر الزيت ب 9000 ريال. كاين طلب، كيكون طلب وقت الزيت، حنا دوزنا وقت الزيت هاد الشهر هاد الشهورات كله كتمشي الزيت، ولكن مع الغلا كاين اللي كيدي 5 لتر ولا كيدي لترو. الناس اللي كانوا كيديو 30 لتر 60 لتر 20 لتر ولا كيديو 10 لتر بالارتفاع ديال الزيت. كتلقاو مشاكل مع الزبائن ديالكم؟ كنلقاو مشاكل مع الظروف، مع الاسباب ديال الغلا، مع كل شيء غلا. الناس راه صحين لا اله الا الله. وصل بحال تقريبا الحوار، واش كيكون حوار حاد بزاف؟ الحوار مع الكليان كيتحاوروا معنا، الكليان كيقول لك بزاف عليا ما نقدرش، هو بنادم جايب معاه 200 درهم ولا 150 درهم ويدي يضرب 100 درهم، اش يبقى لي؟ يبقى لي باش يدير خضره ولا دجاج ولا والو. ارتفاع بزاف. انت كتشوف دابا شحال هذه في الساعه؟ هذه 11
12 باش يجي حاجه انت كتشوف السوق خاوي باقي خاوي يعني ما كاينش اقبال ما كاينش اقبال كاينش كاينش اقبال ما كاينش كاينش اقبال على ود الغلاء 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 هو اللي وصلنا لهذ الدرجه زمان كورونا واش كان اقبال على هذا زمان كورونا كان بيع وشترى مزيان كنا كنخدموا واحد نص النهار كتلقى البيع وشترى مخير وميسرين وكلشي ناشط وكلشي وهذاك الدجاج راه وصل 10 دراهم عندنا في كورونا 10 دراهم كيتباع حدايا هنا ب 10 دراهم كلشي كان مزيان كلشي كان مستعجل الزيت كنبيع ب 20 درهم يعني كلشي كان واكل كلشي كان الزيت كنا كنبيعو ب 50 درهم 60 درهم كان القضيه مزيانه ميستره كان رواج كان رواج كان رواج وكنخدموا نص النهار ما كملتهاش 3 سوايع اللي كيجيب الله التيسير والبركه وكلشي كان ميسترين من داك الشيء هذا كورونا مع البركه قالوا ديال حاله الطوارئ الجمعه تقريبا ثلاثه يعني كان الحمد لله كان الحمد لله كان ميستر القضيه وكنا كنا بميح بالنسبه للسلعه كانت كانت رخيصه الدجاج رخيص الزيت رخيص الزيت رخيص كل شيء كان نظرك ثمن الزيت العود كل شويه لا محال لا ما يهبطش الزيت سالات الزيت سالات سالات الزيتون صافي تسالى الكميه اللي كانت قليله والناس ولاو كيرقدوا بزاف السلعه كانت قليله كان قليل الزيت والزيت الزيتون الا ما كانش المطار ما كانش الزيت ما كتعطيش باش كتعرف الزيت انها صافيه يعني كما نقولوا حنايا كاريتي مزيانه باش كتعرف الزيت العود مزيان الزيت العود مزيان راه باينه باينه بالمذاق والجوده وكلشي واصلا الزيت الاولى راه ما كتبدلش في اللون الاولى اللي طحنت الاولى ما كتبدلش في كتبقى في لونها اللي هي ماشي هي هذه كتبدل كيتغير لي واحد السيمانه كيتغير لي اللون مغشوشه شويه مغشوشه الناس اللي كيديروا الغشتره كيديروا حنا عندنا الكليان ديالنا وكيعرفونا الناس قدامنا ما يقولش بنادم عطيه شي حاجه ناقصه نهائيا شي سلام وجهاد سطولي والمسؤولين كنطلب منهم المسؤولين جميع المسؤولين يديروا بحساب الدروش ضعيف شي اللي كاين اخر كلمه اخر كلمه كنتمنى ان شاء الله الخير لقدام والازدهار وتكون الشتاء يكون الخير ويكون هذا الغلاء اللي مرتفع ما بقاش يدور ديما اش كاين ديما اش كاين ديما ديما مرات ان شاء الله قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في قناه اش كاين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد في الحين اذا عجبكم المحتوى بارطاجيوه مع اصدقائكم ولمزيد من الاخبار تيليشارجوا تطبيق اش كاين من بلاي ستور واب ستور